الحمد لله كلنا بخير هنا وان شاء الله نرجع لاننا كويسين باذن الله. مصر ما بتسيبش ولادها مهما حصل، وده اللي كلنا اتاكدنا منه في اكتر من موقف، وابرزها الموقف اللي حصل في السودان مع جنودنا المصريين واللي احتجزتهم قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على مطار مروة العسكري. وكان الجنود المصريين هناك بيشاركوا في تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة السودانية، وطبعا اول ما اندلعت الاشتباكات في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الكل كان قلقان علشان السودان واهلها، وكله بيتمنى انها تعدي على خير وما تحصلش حرب شوارع. بس اللي قلب الدنيا فعلا وخلى المصريين كلهم يتحركوا هم جنودنا اللي كانوا هناك في السودان وقت الاشتباكات، واللي طلعت قوات الدعم السريع وقالت انها احتجزتهم في مطار مروة بعد السيطرة عليه. وهنا الكل وقف، والقيادة المصرية طبعا بدأت تتحرك بشكل سريع جدا. تعالوا احكي لكم الحكاية. أزمة احتجاز الجنود المصريين في السودان كانت هي الشغل الشاغل لكل المصريين على مدار الأيام اللي فاتت، وطبعا القيادة المصرية اتحركت بشكل سريع وحكيم جدا علشان ترجع ولادها. وفي وقتها خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي واتكلم بكل حكمة وشجاعة زي ما هو معروف عن النبرة المصرية، وأكد انه مش هيسيب ولاده. وفعلا فضل متابع كل التفاصيل على مدار الساعة لحد ما ولاد مصر رجعوا لها تاني. وفي مصادر بتأكد ان الجنود المصريين رجعوا بلدهم بعد الاتصالات العسكرية والسياسية رفيعة المستوى، واللي حصلت عشان يضمنوا أمن وسلامة كل الجنود اللي اتنقلوا من الخرطوم للقاهرة في طيارة عسكرية مصرية. المصادر أكدت كمان إنه حصل تنسيق مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لضمان انتقال الجنود من مدينة مروة إلى الخرطوم، ومنها قدروا يتحركوا بأمان. والتنسيق اللي حصل ده نتج عنه إن ضرب النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم اتوقف نهائياً لحد ما الطيارات المصرية دخلت خدت الجنود ورجعت في طريقها للقاهرة. وزارة الخارجية أكدت هي كمان نجاح الجهود اللي عملتها بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة علشان يأمنوا الجنود ويرجعوا لبلدهم سالمين. وكمان المتحدث العسكري طلع بيان رسمي وقال فيه أنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في مصر والسودان لتأمين عودة القوات المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس الأربعاء اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء للقوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة. حفظ الله مصر وقواتها المسلحة.